مساء الحب والورد، حلقة جديدة من برنامج كاريزماكي. ضيف حلقتي بالنسبة لي جدا مهم، هو أكيد غني عن التعريف، قاسم السلطان. مرحبا. يا مرحبا، شلونك؟ كل الزين الحمد لله. كل الزين الحمد لله. طبعا إيه، طبعا فضل من فضل ونعمة الحمد لله. احنا محضرين لك تقرير، راح نتفرج أنا وياك. حاضر؟ هاي يلا توكل. يبيع سمسمية بالحرية ويشتغل فيتر بالشيخ عمر. بسوريا عندهم سلطان الطرب الفنان جورج والسوف، وبمصر عندهم سلطان الفن الفنان الراحل خالد صالح. أما بالعراق فعندنا سلطان الأغنية العراقية. قيل الماضية وبعد ظهور اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي طلعت لنا مودة سرقة الحقوق، وبدت الأصوات تتعالى على المطالبة بوضع حد للموضوع. قاسم السلطان ومن تسعينات القرن الماضي كان يطالب بوجود رقابة وحفظ لحقوق الفنان العراقي. نبقى بمواقع التواصل الاجتماعي، فمن قوانين زمن الطشة من يصير زعل بين الفنانين يقلبون الدنيا بالمواقع ويستغلون الزعل أبشع استغلال، وأكو فنانين هم اللي يتفقون بيناتهم ويسوون زعلة على مود يثيرون الجدل ويحصلون المشاهدات. أستاذ قاسم، أنت زعلان ويا كاظم الساهر ومقايل، وزعلان ويا محمد عبد الجبار ومقايل، ويا علي بدر وهم مقايل، وهالحكي من سنين. قليل من الفنانين إلهم رأي بالسياسة. قاسم السلطان قالها وبصريح العبارة: أني ما أميل لأي شخصية سياسية على رأس السلطة. رغم هذا فهو سلطان الأغاني الوطنية الناجحة، فغنى فوت بيها وغنى للي يعرف روحها. غنى لقاسم ومحمد يعرف روحها، وغنى للمتظاهرين. اتعنينا والفاسد ينفكت عينا دول احنا سبا. اهلا بالفنان قاسم السلطان. شلون التقرير؟ الله يخليك. حلو؟ اي طبعا يجنن. واقعي 100%. حلو ومثير وبي يعني تفاصيل كثيرة. انا قبل لا ابدي باول سؤال، نعم، حابة أبدو بأغنية بصوتك الجميل. أغنية شغنية جديدة. شو رأيك؟ عيوني ليش؟ هاي أول مرة أسويها. بالدليل. شو تحبين تسمعين يا أغنية؟ على ذوقك. على ذوقك. هالعود الجميل. ونقول للشمس
تستعيني تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبلي سنة تعيني تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبلي سنة دليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة بألف في كل العمر هو العمر غير ليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة على صوتك على صوتك انت العايشة أنا راح أضيفك ضيفك ضيفيني؟ نعم؟ يا الله أول اسم اسمي ألف عافية حلوة يعني ألف عافية تأكلها لو لا؟ هي ليش ما أكلت أنا أكلها؟ شنو قصتك ويا سمسمية؟ ذكرت بالتقرير إنه بدايتك كنت تبيع سمسمية حلو واحد حلو واحد يتذكر بداياته ولو مؤلمه شويه لا مش مؤلمه مو مؤلمه لا لا اللي يبدي بكفاح شباب بس حلو الانسان يبدي بكفاح يعني من هو صغير بدايه حياته فاحنا تعلمنا يعني من صغار انه يعني أبهاتنا وأمهات يعني الأب والأم كانوا يقولون مثلا حاولوا تشتغلون حاولوا تفتهمون الحياة يعني لا بس تعتمد على الوالد والراتب مال البيت حلو واحد يعتمد على نفسه فكانت يعني تشترينا هاي أمي الله يرحمها الله يرحمها مو بس مسمية أكو في الشغلة ثانية اسمها مكاوية مكاوية إيش قد كان العمر؟ صغير كلش صغير يعني ما اتذكر يعني ما اتذكر يعني 6 سنين 7 سنين او كنت اطلع ابيعها بس اخذ الفلوس الي يعني تشتريها بفلوس خطيه بس مو يعني مو للربح مجرد انه بس حتى تشوفني اشتغل حتى تكون حرف إيه؟ بالضبط الشغله الثانيه فيتر صحيح ورا السمسمية شوف الفيتر يعني اني او اولاد عمي ولد عمي عندنا عمي الكبير الله يرحمه السيد احمد امين المشداني طبعا هو الكبير مالتنا واولاده عنده اولاد كبار يعني هم يعني اولاد هوايه فانا كنت احب اروح يمهم كنت دائما يعني ابن الله يرحمه اسمه عبد الوهاب هذا يعني بالطائفيه كتلو الله يرحمه الله يرحمه فهذا كان يعني شلون اقول لك من اقرب الناس لقلبي يعني انا من فقدت بحياتي اشخاص معينين فقدت 4 يعني هذول كلش مؤثرين بحياتي كانوا فقدت الله يرحمه وهاب اللي اعتبره اني شلون اقول لك مثل المثل مالتي المعلم يعني هيك كان كلش يحبني يعني من أنا صغير كأنما ابنه كأنما أخوه كأنما هو ابن عمي يعني وفقدت ابن أختي مثنى هاي أول صدمة كان كلش قريب علي وبقد عمري هم من قتل سودة علي الله فقدت أمي هاي القنبلة الرئيسية صارت حادثة ورا حادثة؟ لا أمي بال87 أنا كانت هسه يعني أو مثنى بال90 يعني
الرابع الوهاب بالطائف يعني بال 2006 و 2007 وهشام الله يرحمه. هذول اربع شخصيات بحياتي انا يعني من راحه ومن عندي قلبه وحياتي. كنت كل مره تصير لي فالصدمه شلون فالصدمه هيك وهاي مال كهرباء تهزني هز تموتني بحيث انه انا انقلب انسان ثاني. كثره الصدمات اثرت على قاسم بشو؟ قوتني قوتني شخص. كنت كل ما افقد هيك انسان الله سبحانه وتعالى يعطيني قوه بعد اكثر استمر بالعطاء واستمر بحب الانسانيه واستمر بحب اهلي واستمر بحب وطني واستمر بحب قوتك بانسانيه مو بقسوه. وقسوه هماتي والبشر شوف البشر هو يعني خلينا نقول ميزان نفس الوقت. هسه انت تقدرين تضحكين وتبكين اللي يضحكك يعني هسه انا مثلا اقدر بكل سهوله اقدر اخليك تصيرين عصبيه اقدر يعني هسه اذب لك حكايه اخليك تصيرين عصبيه انت شنو ما اسمح لك تتجاوز عليه واقدر بسهوله اقدر اقول لك مثلا لا يعني انت ورده ومحترم وهذا راح تقولي اشكرك عزيزي صح ولا لا. فنفس الوقت انا الاشياء اللي بالحياه انا عندي خل اقول بالحياه مسارين مسار خير ومسار شر البشر هو اللي يختاره. أكثر مسار تستخدمه الخير للشر؟ الخير طبعاً. لا 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 الخير خير. أي نطلع فاصل ونرجع ناخذ فاصل وبعدها راجع لكم. بعد هذا الفاصل رجعنا. زين هل تعتبر أغنية تسأليني عن الليالي؟ اسألي عن الليالي. اسأل عن الليالي. نعم. هي كانت بداياتك. أول أغنية غنيتها بحياتي. يعني في وقتها اسألي عن الليالي أنا من غنيتها ما كان أكو بديل لأنه أخذ لحن يعني عراقي. فأخذت كان بوقتها إبراهيم تاتلس. الأغاني التركية بوقتها مشتهرة فاختارت هذه الأغنية وسويت عليها كلمات. طبعا من سويت الكلمات كانت أكو يعني أنا مو شاعر أنا مجرد يعني أنه أكتب يعني مثلا خواطر مرات يجيني يعني اللي بداخلي كشاب أقعد أكتب. فكتبت البداية مالتها واستعنت بوقتها بالفنان إسماعيل فروتش كان كلش مشهور إسماعيل. تحياتنا إلى أكيد. تحياتنا إلى أبو عبد الله طبعا الغالي والعزيز على قلبي. هو ساعدك بالأغنية؟ ساعدني بالفكرة مالت النص يعني. وأنت كتبتها؟ أنا كتبت الكلمات يعني. وساعدني أيضا الشاعر عصام الشاعر كتب لي شطرين مال جنة خضراء وحلم وردي. هذه كتب لي بس الكلمتين. وساعدني ايضا كان رئيس الفرقه مالتنا فرقه الرواد قبل ما اصير مطرب رحيم الخيطان ساعدني ايضا بها لون ككتابه كفكره يعني بس الروح مالتها انا كتبتها يعني كنت اغمض واكتب بحب كاتبها. اي طبعا كنت تعني لك كنت احب يعني انا كنت صغير وكنت احب تحب وكتبتها للاغنيه. زين ما كان بداخلك انه هي اول اغنيه عندك خوف انه تنجح او ما تنجح وصارت عندك هاي الرحبه؟ لا هم اكو ناس فشلتني بها يعني قالت انت شنو اكو الاغنيه تطلع بها تطلع اغنيه حزينه واسالي عن الليالي وهاي شنو هاي الاغاني روح خذ الكاسيت يلا روح هيك سوالي والله فشل. شنو قلت لهم بعدين فشلوني ورا ما نجحت الاغنيه؟ ما قلت لهم الله وعلى ابتسامه. والله ما قلت لهم راسك شفتهم في يوم من الايام بحفله حفلة كنت مدعو بيها يعني مكان خاص. فمن اجيت انا كنت خارج البلد يعني واجيت فالناس كلش كانوا يحبوني بالكاظمية يعني اصدقاء فدعوني بيها قعدت اني لقيت هذا المطرب اللي استهزأ بيها بالبداية قاعد يعني دا يغني فاني صفنت قلت شوف الدنيا شلون دارت شوفوا شلون قاعد وهيك بس اني لا قاسم لا تسوي هيك شيء شلون هذا انت تريد يعني لا سامح الله بداخلك كان اقوم والله العظيم كان اقوم ابوسه وحضنته هو تخبل
قلت شلونك؟ رديت لياها بطيب. لا لا يعني مستحيل انا بداخلي هاللحظه هيك الثمن، قلت لا مستحيل افكر هالشيء هذا. كان راسا قمت، طبعا هم الناس ما مصدقين انه انا جيت يمهم، ماكو هالقد ما يحبوني وهالقد ما محترمين يعني المكان. فقمت انا من دونهم وهو قاعد هيك، طبعا شلون جايبينه يغني كبير صاير بالعمر، كان اقوم باستمر راسه وحضنته شلونك شلون صحتك. طبعا يعني يعني بيني وبين نفسي يعني كل شيء. يومها ما غنيت له الاغنيه نفسيه؟ غنيت غنيت وهو يسوي ايش؟ قلت له عاد بوقت ليش فرحان يعني بالاغنيه. زين فعلا طالبت بوضع رقابه على حقوق الفنيه بالتسعينات؟ نعم. شنو السبب؟ تعرضت للسرقه؟ هو انا هم سرقت يعني. انت هم سرقت؟ حلو. اي يعني انا بوقتها شوفي كنت اريد اسوي كوكتيل اغاني. اوكي. الاغاني مثلا انا احب اغنيه من كاظم الساهر، احب اغنيه من فلان شخص، احب اغنيه من فلان. فكان يعجبني هالشيء هذا، مو الفكره انه اني اسرق جهد، بس فكره انه اقدم كوكتيل مال اغاني، فكره جديده كانت. اوكي. انه اقدم اغاني جديده، بس يعني شلون اقول لك، طبقات معينه بسرعه معينه. فسويت الكوكتيل مال الاول مال هذا زي ابو شامه. ما سرقت؟ لو سرقت لا حجيت لك، قلت لك غير لا سرقتها يعني. يعني انا اخذت منو سرق منك وانت من منو سرقت؟ انا طبعا السرقات اللي من عندي يعني ما احكي لك، يمكن كل شيء من الجداد الجداد هم بايقيني يعني، هواي هواي باقوا من عندي، هواي سرقوني، بس ما احكي لهم. اقول اللي قدمته واللي اقدر اقدمه بعد اكثر هواي. حقوق ماكو. هسه صارت اليوتيوب هو الشركه المسؤوله عليها، هي اللي طقطقهم. زين شنو السبب الزعل بينك وبين كاظم الساهر؟ ماكو زعلان يعني. انت زعلان من عنده؟ وشون كاظم فنان كبير، شنو زعل من عنده؟ كاظم يعني هل هم كاتبين فشي بالفيس اذا تريدون تخلون تمثال المن ترشحون شخصية؟ والله العظيم ما اجى ببالي اي واحد غير بس كاظم الساهر يخلوا له اكبر تمثال بالعراق، لان كاظم فنان كبير يعني. تحياتنا له. تحياتنا له اكيد. أي. بس لك تصريح يقول أي. اذا طلب من عندي ديو اغنية ما راح اغني وياه. فكرة الديو مو يعني اي، هاي طبعا ودتنا باشكالات كانت. انا بالنسبه لي حلو انه توضح كنت رافض انه اسوي ديو مع فنانات او فنانين. انا كنت رافض ليش؟ لان في وقت صارت مثل المجاملات. زين انه انت تعال، انا تعال تعال اقعد يمي واقعد اسوي لك هيك واقعد نطلع سوا ونغني اغاني. انا كنت رافضها، كنت ما احب هذا الموضوع يعني بداخلي. فقررت انه ما اسوي حتى يعني ابتعد عن الاحراجات. اي واحد يقول لي اقول له ما اسوي وما يزال ولا مبتعد. ولا لا 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 بعدين يعني شفت نفسي انا قاعد اخلي نفسي باحراجات كلش يعني. خسرت صديق عزيز علي الفنان علي بدر من وراء تصريح يعني. يعني مجرد قلت انا ما اسوي ديو يا علي انقلبت الدنيا وصار عصبي، وقاسم سلطان يرفض الغناء معايا وهو مقتنع بي. انا فكره لك اسبابك يعني. انا من حقي انه انا ارفض انه اغني مع احد، مو ارفض يعني، هذا في شيء خاص بي يعني. صوت غزلان اموت عليه انا يعني، من الفنانات اللي جدا مقربه على قلبي. انا اعتبرها اخوت عزيزه حبيبه، من هي تعرف مكانتها شنو داخلي انا يعني. احنا من الجروب المقرب يعني، كنا انا ومنير وهي ومحمد كريم، فالجروب كلش اصدقاء مقربين يعني. نقعد ناكل ونطبخ وسوالف يعني، شلون عبالك يعني، كلش مقربين. بس يعني بوقتها من قالوا لي سوي ديو، قلت لهم لا ما اسوي غزلان. هم زعلت؟ لا ما تزعل يعني، تفتهم غزلان واعيه يعني، عندها يعني بداخلها اكبر. هواي يعني هواي فنانين وفنانين. علي بدر ما يزال انه انتم بيناتكم زعل؟ هاي يعني هي هاي المشكله اللي صارت، وظل يعني تفاصيل هوايه. علي عنده فشي براسه يعني. يعني فنان ومحترم وصاحب منجز حلو اكيد. تحياتنا له. تحياتنا له طبعا، تحياتنا مليون بالمئه.
علاوي مالتي أنا يعني أعتبره يعني حلو؟ إيه ما بقى زعل هيك. لا أنا أكبر من هذا الموضوع والله العظيم، مو بس وياه، حتى ويا أصدقاء أذوني، حتى ويا ناس كبار أذوني، أرجع أتجاوز الموضوع. بس أكو كانت أغلاط بديش الفترة، مو بس ويا علي يعني أغلاط ويا كثير من الشخصيات يعني، حتى أكو بيهم نقدر نذكرهم؟ وهي المشكلة أن أقرب الناس إلي يعني مثلاً الله يرحمه خضير هادي، الله يرحمه، يعني كان من أقرب الشعراء يعني إلي، وتعاملاتنا كلش كبيرة. بس كانت أكو تصرفات ما تعجبني بداخلي يعني، فكنت أحاول يعني بالفترة الأخيرة أنه أسحب نفسي. شنو السبب هاي الخلافات كلها؟ ما يتوالمون ويا الطرح مالتي أنا يعني، أنا عندي في الطروحات خاصة ما تتوالم وياهم يعني. أنا مثلا هيثم يوسف فنانين كلش أحب المنجز مالته الأغاني مالته، مرات بالحفلات كثير من الحفلات يعني مو هيك أغني الأغاني مالته يعني. تغني له؟ ها؟ تغني له؟ أغني له ليش ما أغني له؟ فنان اللي اسمه والله العظيم لحد هسه أنا أدافع من يقولون هيثم مغرور وشايف نفسه، أقول بابا هذا هو الكاريزما مالته هيك، هذا تفصيلته هيك، أنتوا ليش يعني؟ أنا بالنسبة لي مثلا الشاقة وأجامل وأحضنه هذا هو هذا طبعه يعني، هذا التكوين مالته، هو إنسان محترم يحب يوقف على المسرح، ما يحب ياخذ صورة إذا ما متأكد من عدها، ما يحب مثلا واحد يقلقه بالمسرح. نفس الشيء كاظم مثلا يشوفينا على المسرح يجون يرقضون عليه يقولون لا 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 عفو. أكو تفاصيل هواية أنا بالنسبة لي ما عندي عداء ويا الفنانين، بس أنا كلش واضح يعني، شلون أقول لك، كلش أنطيها بالقصة رأسا، بحيث أنا مهرجان بابل قبل صراحتي ودتني إلى التهلكة. شنو هي التهلكة؟ يعني بأختها قلت لهم الصوت مو زين، ومن أقرب الناس الأصدقاء المقربين إلي كان هو مخرج الصوت الأستاذ صلاح بوقتها، فقلت لهم الصوت مو زين، ما يعجبني الصوت يا ما أقدر أغني على هالصوت، قلبه والدنيا علي وراها. أبو محمد شالوه ذبوه بالسجين وتأذيت، وما حد يعرف بهذا القضية، وانمنعت لمدة 6 أشهر من الغناء، وانكتب بيها بالجريدة الرسمية يجب أقصى. هذا السبب بس؟ والله العظيم الأذية اللي تأذيتها يمكن مو أنا ما أقدر أحكي، لأن هسه أحكي راح يقولون ها هسه قمت تحكي على فمرات يعني. بس تأذيت أنا في وقتها تعذبت وانسجنت وتمرمرت فترة بالسجن يعني. السجن هذيك الأولى كانت تقريبا أولى أكو ثانية؟ ثانية وثالثة. ليش؟ أي والله الأولى سولفناها، والثانية والثالثة نفس الأسباب؟ من نفس الأشخاص؟ من نفس الدائرة. أوكي والأسباب؟ هاي يعني أنا بوقتها قلت لي قدم سجناء سياسيين، ضحكت بعيد عن ولا أفكر بهذا الشيء يعني. أنا كإنسان ومواطن عراقي بس غنيت أتحمل أغاني وطنية، أغاني وطنية، ولحد هسه أغني أغاني وطنية. كل موقف أغني له يعني. أنا بالحرب من أجت قوات الاحتلال يعني من غنيت يعني أقوى أغنية فوت بيها وعزل ومخليها، غنيتها بقناعة تامة وغنيتها وأعرف هاي الأغنية راح تسبب لي مشاكل، وأعرف إنه هاي الأغنية راح تكون هي الترند. طبعاً شنو سبب يعني؟ مليون مرة حطاني بالهدف يريدون بس يختالوني ويقتلوني ويأذوني من ورا فوت بيها وعزل ومخليها. وهواي تعرضت الحملات يعني تسقيط من ورا الأغنية، وهواية كانت أكو ينكتبون مثلاً قاسم سلطان فوت بيها. فأنا أقول هذولا، بالتالي بعدين عرفت إنه هذا اللي يكتب هالكلمة هذا هو اعتزازاً بهاي الأغنية، مو للتسقيط أو لل. ف
فالفنان هو بإيده أنه يختار هذا الجانب. ما متندم أنه أنت غنيت هاي الأغاني؟ لا لا أبدا؟ لا يعني أنا غنيت منصورة يا يعني بال ما المنصورة يا بغداد، يا قاعد رابج كافوري يا قاعد رابج كافوري هم سببت لي مشكلة هاي السنة الأخيرة، وقفة احتجاجية علي إيه والله العظيم، وقوات الشرطة الاتحادية تطوق النادي وكتابات، ولمجرد أن أنا غنيت يا قاعد رابج كافوري ومنصورة يا بغداد والعالم قام تردد شوية. مرة تاني أكون مثير للجدل يعني يعني والله بس على نيت يعني مو لأنك صريح توقع بمطبات يو. صح لو مو صح؟ طبعا طبعا غنيت يعرف روحان، غنيتها ومن انكتبت الأغنية ومن غنيناها احنا انكتبت لكل عراقي، حتى بالانتخابات يقدمون الناس الزينة. فكل يعني من خلى انت ما تحيزت لأي احد لا. بهاي الأغاني لا لا ابدا no. بس اتحيزت بمال مثلا مال مال تظاهرات انا كلش اندفعت بالتظاهرات يعني كنت يعني حسيت انه هي هاي الخلاص مالتنا، حسيت خلاص راح كبيرة. إيه خلاص راح نخلص احنا من الظلم والناس راح تطلع والعالم شاركت واحنا هيك، واني قاسم السلطان قاعد اغني واهتف وهذا غنيتها من قلبك كل الاغاني يعني. انا كل المظاهرات انا كنت الدعم الاول بحيث انه مع بالي ماني قائد المظاهرات صحيح اوكي حكي كثير ما بحد يخبرني يقول لي من اللي قاعد يحرك المظاهرات، قلت والله ما اعرف يعني انا اغني وانت بعيد عن هاي المواضيع ما لي علاقه، انا رجال حالي مع حال المواطنين يعني اي مجرد انه انا اشوف مثلا المتظاهرين مثلا يحتاجون مي الو ودوا لهم مي، مثلا يطلعون يكتبون احنا على محمد القاسم نريد عافيه، اي واحد يقدر يوصل هذا اروح اخابر على سين من الناس اقول له بسرعه توصل ادويه، شلون من نوصل من ابو مدخر؟ قال لي قاسم هاي كل المذاخر عليها عيون، اقول له ما لي علاقه اريد هذا وهاي فلوس ادفعها لي قدام، فكنا صعب من مالي هوايه من المظاهر حيل 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 كلش، اكو ناس عمليات انا مسوي لها واكو ناس ادفع فلوس واكو ناس ازوجها واكو ناس يعني كنت فرحان بهذا الشيء والحد هسه طبعا بس للعراقيه يعني لعراقيتي اني وانتمائي لهذا الوطن كنت فرحان بهذا المجلس. بعدين شفتها مخترقه من ناس وناس لها مصالح وناس صعدت على اكتاف المتظاهرين باي باي. بهذا الحديث كله أنت تحب العراق أكيد. ليش هاجرته؟ تهددت يعني بوقتها، تهددت من كل مكان تهددت يعني الأمريكان يركضون ورايا، فكان لازم أنه أنت تغادر العراق، قاعدة تركض ورايا، المادمين يركضون ورايا، كلهم هذول حاطين اسمي بأول قائمة. ليش؟ شو مسوي؟ لين مغني فوت بيها وعزلهم خليها، لان يعتبرون قاسم سلطان هو احد الرموز بالنظام السابق. الامريكان يدورون علي، كان بوقتها يقولوا لي تعال انت هاي لوني السبب ان مشاكل كلش كبيره، بحيث اخير شيء جوني قالوا لازم تروح، رحت لهم انا برجلي قصر المؤتمرات يا قلت لهم انا مش عندي. ففي وقتها هذا فد حادثه هماتين بها مصريه، كانت رئيس كان شبكة الإعلام العراقي ما كان أكو لا إذاعة ولا تلفزيون كلها راحت، فمن دخلت لقيت وقتها فد أستاذ اسمه أحمد ما أتذكر شنو اسمه، قال لي تعرف أنت هاي الأغنية سببت لنا مشاكل، وهي كانت أنا كنت كلش أحبك قبل بحيث أنا استغليت أغنيتك وخليتها بالمعارضة، قلت له أغنية كان يقول لي مال دعوة الصابر ومظلوم، قلت له خراب يعني انت من وراء كان ذبيت هماتين تعاقبت من ذبيت السجن لان كان تطلع الاغنيه مال دعوه صابر ومظلوم على المعارضه، فيعني كان يتنأخذ يعني على بالهم انه انا منطيها، فهو فقلت له انت من وراء كان ذبيت السجن يعني وقتها، وراحت يعني قالوا لي بوقتها تعال اطلع قول انه انت الاغنيه انجبرت عليها بشبكه الاعلام، ولان هذا السبب لنا مشاكل. فقلت له ماني ما مجبر على اغنيه،
فاللي قابلني هذا الامريكي كان يحكي، كان يقول وهذا سبب مشاكل اللي يستخدموها يعني المجاهدين او الفصائل حتى يضربونه. فقلت له انتوا جيتوا دمرتوا بلدي. هالعبارة؟ اي والله العظيم يعني معروفه حتى يمكن مسجل عندهم. قلت له انتوا جيتوا دمرتوا بلدي. كان موجودين اكو فنانين موجودين يعني كانوا وياي. اتذكر بوقتها كان فنان عبد فلك، احمد شاكر، نزار الخالد. نزار الفارس، نزار الخالد، لا كل نزار الفارس. تحياتنا نزار الفارس. اي نزار، لا لا نزار الخالد، نزار الخالد. هذول يعني انا شفتهم كانوا بوقتها. نزار الخالد بوقتها طلب قال له انتم شو تريدون؟ فقال له انا اريد لي بيت بالهاي مال القادسيه. قال له شنو بيت؟ قال له انا ما عندي بيت، اريد لي بيت بهاي بيوت مال القادسيه. عبد فلك قال له انا اخويا انعدم بوقتها عدمه واريد. انت ايش قلت؟ اي فقال لي انت شو تريد؟ قلت له انا ما اريد. قال ليش؟ قلت له يعني بوقتها انتم انا عندي راتب، الحكومه مالتي مسويت لي راتب، عندنا راتب وانا دا اشتغل حفلات. هسه انتم جيتوا اول شيء قطعتوا رزقنا، بعد ماكو حفلات وراتب، بعد ماكو كان اللي كانت مخصصتها الدوله للفنانين. كل وضوح. لا لا هيك احكي وليش اكذب يعني؟ فالمهم المترجم الوقت اللي كان ترجم هو استاذ احمد بوقتها، يمكن احمد الركابي او فشي ما اتذكر. يعني غير بالجمله؟ لا ده يقول لي انت هاي بكلام مو يعني راح. قلت له لا ارجوك خلي الكلام نفس اللي اقوله انا، لان انا بقلبي اكو فشي اريد اوصله. تتوصل. قلت له انتم جيتوا الامريكان، جيتوا تريدون يعني تحررونا، واحنا يعني جيتوا قلنا العالم كلها قالت احنا راح تجينا التلفزيونات والستلايتات والموبايلات وراح ننطلق ونشوف افلام براحتنا، وانتم جيتوا صار العكس. قلت له قدام عيني انا دبابه داست سياره بتصعد عليها. قلت له انا قدامي مرتين ثلاثه تضربون بالبكتات علينا احنا، وناس ناس ابرياء تفلشون السياره. قلت له هذا مو، قلت له تهينون العالم. قلت له يجي واحد امريكي اسود يقعد يهين بالعراق يجر هيك. قلت له كنا ما نقدر نحكي كله بالبنادق علينا، اذا واحد شال مسدس تنقلب الدنيا عليه. اذا دافع عن نفسه، اذا حكى حكايه راح تكون انت محرض وانت بعد. فقلت... هذا الحديث شنو اللي صار؟ اي بعد هذا الحديث شافوا ما منها فايده، قالوا لي اطلع زين قول انت مغصوب على الاغنيه. قلت له لا والله ما مغصوب، انا من كيف غنيت الاغنيه ولا اتنازل عنها. كان يقول لي شكرا جزيلا. سهل. طلعت ورحت سافرت بعد ما رجعت. سافرت لأمريكا؟ لا طلعت الأردن. للأردن. وبعدها سافرت لأمريكا. أوكي. جتني معلومة أنه السنوات الأخيرة صارت لك مشكلة عدم دخولك لأمريكا. نعم. صح؟ أي. شنو السبب؟ لا تقول لي على موت هاي الأغنية. سوت مشاكل مشاكل. جات بوقتها مشامة. فهم. ممكن كنت شوية مرات عندي طلعات يعني قوية أدوس بيها. فقلت له بوقتها المتعهد صديقي، قلت له راح أغني أغنية راح أخليها تصير ترند يعني بوقتها. قال شنو؟ قلت له مال مشامة. قال لي هالعالم كله تحبها. قلت له لا راح أسوي بيها فت قضية. يعني يقول شنو؟ فكان بوقتها الرئيس الأمريكي أوباما. أوكي؟ أوكي. فأنا شي غنيت فقلت لهم للعالم، قلت لهم انا راح اغني اغنيه مال مشامه. كلهم والله اغنيه مشامه حتى يتونسون علي ورقصون. فقلت لهم بس انا ايش راح اقول لكم؟ انت تقولون تردون وياي. كان يقول اوكي. فانا غنيتها فقلت انا وياك يا مشامه. قلت لها ما تقول اوكي. هي بيها يعني شوف انا اضحك يعني اضحك، بس هي بيها فد معاني كلش كبيره والله صدقيني. يعني اللي يتهمها ان انا بنص امريكا واغني هذا الغنى. فانش تغني والجمهور كله قدامي. انا وياك اوباما. قال شنو؟ الرئيس الامريكي بوقتها. انا وياك اوباما، انا وياك اوباما، انا وياك اوباما. عندك وطن عندي وطن، الله العراق عند اجمل وطن،
انا وياك اوباما انا وياك. بس ردت اوصل هاي انه انت عندك وطن وانا عندي وطن، بس العراق عنده اجمل وطن. الله. بس هذه يعني فبوقتها اشتهرت كلش يعني هاي المقطع يمكن موجود هم على اليوتيوب، وهاي كانت تسبب لي هواي مشاكل يعني. بس دمعت عيونك. المهم يعني او نطلع على برد الهوى نتبادل البوسه سوا انا وياه يا مشام انا وياه شمشم صدقين ذوب 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 لما انت لزميني اذوب لما انت حاجيني اذوب انا وياك يمشام انا وياك يمشام انا وياك يمشام خليها تغرق السفن والليلة نقضيها حضن انا وياك يمشام انا وياك عدكم درج عدنا درج نصعد من الله الفرج انا وياك انا وياك يوم شامة انا وياك. الله. احنا وياك وكل احنا وياك. الله يسلمك. نطلع فاصل وبعدها راجع لكم. رجعنا بالأسئلة السريعة. نعم. هذا شوية لا طفل جو. يلا لا. Okay. أعطيك سؤال تجاوبني بسرعة. يلا. ذاكرة هسه ريتها فول فول. أوان هاي بقى. لا راح تفوزين أنت. بس وراها أنا أسألك. هماتين. أسئلة سريعة. أنت ضيفي. أنا المقدمة. لا لا ما يصير. أنا أسألك أسئلة هماتين حلوة يعني. لازم تسوي برنامج و. حاضر. وأنا أكون بي. حاضر. أوكي. رانج. لو لكزس لا رانش 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 من ورا ما تعرفت على صديقي عندي صديق تحياتي إليه هسه وحاليا بالصين ميثاق العبادي طبعا هذا إنسان كلش محترم هذا الشخصية من الشخصيات اللي هسه تعرفت عليها حاليا بهاي جيتي اللي حببت يعني اللي حببتني بعد اكثر بغداد الله تخيل يا شو مسوي هذا الشخص هذا ومن وراء بقيت الرانج يعني ما بعته شنو الوقفات وكميه الصداقه فتره قصيره مو والله كلش قصيره هو كلش قصيرة. سوى فشي يعني بمحبه مرات واحد يقدم لك مي مرات واحد بنظره مرات واحد بكلمه بس يحكيها من كل قلبه تسوى ملك الدنيا والله ودعتك تسوى ملك الدنيا ما الدنيا هي قدوتها وقتها رايحة بس اكو ناس ما يحسون هالشي هذا مرات التفكير مالتهم السيء مرات احتمال انه ما يكونوا نظيفين داخلهم طبعا طبعا لانه النظيف يعرف يتجاوز. يعرف انه اللي دا تقدمه بحب او مو بحب انا ابوي الله يرحمه من توفى كان تارك وصية الله يرحمه يرحم والديك فقال من اذا متت هاي قايله لاختي يعني انا اسمي محمد ابن الصغير الكبير يعني امشيت صغير صحري ابو محمد اذا يعني اجا طفل يسميه علي وبعده يسميه حسين واذا جاء ولد لاخ يسميه حسن انا ما اعرف هاي اللي وصلت لي واذا جت بنيه يسميها فاطمه واذا جت بنيه لاخها يسميها زينب وراها شير اللي يسميه هو خلي يسميه فأني علي ابني علي أنا كنت مسمي آدم يعني ثاني اسم مسمي آدم فقلت بوقتها كانت بوقتها تعرفين هذا سنة وهذا الشيعة وهاي طائفية وهذا فقلت أنا حتى أحصل عايز على ذولا ولا ذولا فقلت خلي أسمي الاسم الثاني آدم آدم اسم سيدنا آدم يعني عليه السلام هو أبو الأنبياء يعني فقلت أنا حتى ما لأن أنا عراقي أفكر هالتفكير هذا يعني مو خوفاً أو فد شيء لا فبعدين أختي كانت تقول لي ترى مبروك عليك وهيك
الله يذكرها بالخير اختي الكبيره ام ثنا اللي هي ام يعني حبيبه قلبي. وكان يقول لي ترى ابويا يعني ترك وصيه وقال لي قال اذا عنده جاء ولد يسميه علي. قلت العالم كلها انذاعت بالتلفزيون وسبتايتل وهذا. قالت والله انا علي اقول لك. خابرت البوكيت استاذ كرم مدير قناه اغانينا تحياتنا له. فقلت له غير السبتايتل. قال لي هذا يعني ثابت ما اقدر. ثاني يوم اقدر اغيره. قلت له غيره لان ابويا طلع قال لازم نسميه علي وانا ما اقدر. وصيته مهمه. فسميته علي وجان الاخ سميته حسين. فعندي محمد وعلي وحسين. الله يخليهم عليك وتفرح بهم كلهم ان شاء الله. اكو احد اقوى منك بالطاولة؟ يعني والله هو يعني اكل وعيب هواي يلعبون ومرات اخسر يعني انا يعني مثلا مرات تخسر؟ اي يعني هسه مثلا صديقنا محمد البياتي احنا نصيحنا محمد سنفور. اوكي. هو محمد سنفور يعني من حبنا له. محمد ضخم طويل. وطويل طويل يعني هو وضخم. بس احنا نصيحنا من زمان محمد سنفور. هو محمد البياتي من اعز اصدقائي ومن سنفور. محمد سنفور هو ضخم؟ والله لا اشوف صورته صراحة تقولين هاي غيروا الاسم سنفور غيروه. انا سمعت معمر وقتها انا سالته قلت له من اسم ما قال لي معمر عازف الاورجن. المهم محمد البياتي من اعز اصدقائي يعني انا من اجيت يوميا غلبه. هو غلبني مره فضحني فضيحه. طيب طبعا لازم حتى على قلبه بقى حتى على هاي مال البنايه مال الحارثيه بالاعلانات ايه علب قلبه طبعا. فالمهم رجعت يعني يعني عادي واحد يغلب ويخسر. بس عندنا مثلا قصي الاسدي بعمان اوكي مثير باللعب اسوي واهس اي لا قوي قوي سوا مثلا عندش علي يوسف المطرب البارحة اجى كله واني غالب القاس انا قلت علي خلينا نقعد نسالف قال رويني غسلت اثنين قلت له هالمره اصورك وانزلك زين فالقاعدين كلهم قاموا خطيئا قهره علي قاموا يشجعون بي وطبعا علاوي من اطيب القلوب ومن احب الفنانين الشباب اللي موجودين هسه على قلبي بس ما قدرت اجامله يعني لازم اغلبه لعبه هاي ما بيها مجامله يعني هيك ماتي ما جامل زين يعني تلعبين طاولة انت؟ انا ما العب طاولة انا العب دومنة مال ناس كبار بالعمر اوكي زين منو بعد من الفنانين غلبتهم فزت عليهم انت بهاي اللعبة تتذكرهم؟ اسمعي اسمعي ما يلعب وياي منرفزة بالخسارة؟ اسمعي فروشي قال بعد ما العب وياك كل ما اقول العب وياك ما يقبل يقول لي تو بس انا من اشوف واحد قوي يلعب يعني يصير لي دافع انه لازم العب على مود افوز. لا يعني صارت عقد عند اسماعيل. حظك من شقد؟ رائد جورج يبوك. بالطاولة وبالبليارد يبوك. يعني مثلا متعلمين يا بليارد؟ ايه. انت طببتي ثلاث طابات اربع طابات. اوكي. مالتك. تمشين هو يسوي شيء طلع الطاوله ما تشرجع علني 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 وتلعبون وياه لا رائد رائد شرف واحد يلعب وياه وشرف انه واحد يمشي يا رائد جورج يعني من الاشياء اللي بحياتي يعني كلش مميزه اللي احبها واللي افتخر بها انه كانت عندي علاقه بالفنان الكبير رائد جورج تحياتنا له. حظك ايش قد تقيمه من عشرة؟ عشرة من عشرة. حلو طبعا حلو واحد يقول انه انا عندي حظ يعني الله سبحانه وتعالى انطاني محبه الناس انطاني العافيه انطاني خلينا نقول ام وابوي راضين علي انطاني الرزق انطاني الاولاد انطاني الحمد لله محبه اهلي انطاني عائله الحمد لله يعني انطاني بعد شنو وين انطاني هاي قعدتي قدام الشيء نعمة من الله سبحانه تسلم. وتعالى أنه يعني خلينا أقعد ويا ناس محترمين تسلم. وناس يقدرون هالموضوع محبة الناس هاي في الشيء عظيم كيف ضرورة ست فاطمة تعرفين شنو يعني أنا أفوت لأي محل ما يقبلون يأخذون فلوس
والله أستحي أدز ابن أختي أقول له روح ادفع أنت. تنحرج. لأن أنحرج. صحيح. يعني أقعد المكانات. أروح يعني مراجعات. كل الأمور تسهل. أشوف ناس وزراء، أشوف ناس قادة، أشوف ناس كبار بالبلد من يقدرون ويرحبون وي أكيد أنت تستاهل التقدير والاحترام. يعني أكيد. هذا فشيء كبير من الله سبحانه. ليش أقول الشيء؟ مو عشرة، مية مليار بالعشرة. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. قاسم السلطان قبل لو هسه؟ شنو قصدك يعني قبل؟ بالضعف والرشاقة. لا هسه دافيك دباع القاعدة رجل على رجل. حابها لنفسك هسه لو قبل؟ مليار بالمية هسه، بس أنا الحين على قبل. يعني قبل كنت فكاهي هواية. وما يزال أنا شفت بك روح كلش حلوة وتضحك وتشاقة. بالعكس أشاقة وأضحك ويا الناس اللي ما يغارون. قامت الناس هواية من وراء التعديل اللي صار عندي. أنا ما دام قابل حسين فهمي أنا لو ما أدري منه، يعني من الفنانين عيون الزرق، يعني حالي حال أي واحد يعني. بس مجرد إنه أنا جميل بصوتك وأخلاقك. الله يحفظك. يعني مجرد إنه أنا قدرت أحافظ على نفسي، أقدر أقوم نفسي بالصورة الصحيحة باللحظات اللي خلينا نقول حرجة، من فضل الله. يعني أنا عمري يعني هسه قوية ضغط عمرك 23 سنة. هاي شنو؟ لا عمي خليني ما تقطع عمرك. لا شلون اقول انا صفنت قلت راح يقطع عمرك. لا 23 لا 24. الله انا وياك متقاربين جدا. زين. يعني بهالعمر هاي بهالمرحله هاي انا ابني محمد عمره 18 سنه. يعني الله يخليك. انا مسجل اسالي عن الليالي. ذاك اليوم فتت مكان وكان يخلوا لي اسالي عن الليالي. اسالي والعالم كله صور وهي تغنيها. فاي طبعا فقعدت اسوي هيك طلعت الحاسبه قديم. طلعت 93 واحنا 2000 كانت تطلع عمر الاغنيه اسالي عن الليالي 31 سنه. اوف تتخيلين؟ تعرفين صار بيه من بعد ابو الرقم جفلت أغنية عمرها 30 سنة أنا مغنيها حد هسه وما يزال حد هسه أغنيها كل يحبها. والله العظيم لو شوفين محبة العالم يا الله. الناس تعرفين شنو يريدون؟ كأنما بس أحس تريد تبكي، تريد تطير، تريد عوالك واحد يرجعها لهذاك الزمن. يعني ذكرياتها حلوة. منجز حلو طبعا. نسمعها؟ أي نسمعها. بس أسأل يعني الليالي إذا تتغنى بالجيتار أحلى. احنا انا اللي عارفه انه انت تغني سوري تعزف على 3 آلات. ايه. احنا جايبين لك طبعا. والله ايقاع جايبين لك عود وانت عندك عود. الجيتار هيا اسألي عن الليالي شقد خطر طيفك ببالي لو تشوف الناس حالي تبكي العاشقين. لا تطيلين السكوت الزمن خافي يفوت السعادة ما تموت لو انتي تحكي صرختي بليلي حزينة هزت أسوار المدينة وينك انتي الحنينة يا نور العين الربيع انتي والواني رمشك الساحر ما
مكاني صوتي وإحساسي وزماني لا لا ترحلي اقتربتي وقلتي همسة قررت أنساك هسا أنسى كل اللي صار أنسى وابقى حزين وابقى حزين إن شاء الله بس الفرح ما تبقى حزين نهائياً بس الأغاني تجي على الحزن على الحزن إيش قدر دعم بعد أريد حبيبي بعيني لك دمعة يما تعبناك حبيبي أنا ضروري هاي الأغنية يعني كلش أحبها حبيب عينك دمعة قوية مو؟ حبيبي الشوق أذاني دخيلك لك دخيلك راح أموت أي طبعا بيها شغلتي شنو هنه يعني كشف أسرار اليوم شنو هنه حبيبي بعيني لك دمعة أغنية بوقتها الفنان أحمد السلطان أحمد من المقربين عليه كلش يعني تحياتنا له تحياتنا له أبو توتة الوردة فأحمد قال لي دريد راح على علي بدر وضياء الميالي قاعدين بالشقة أوكي رحنا بالسيارة بدي أخذ أغاني أوكي أحمد من النوع القلق يعني يعني معروف يعني متجينا على أغنية يظل ينحوش فيها ويسوي وهو سواي كل شيء وهو سعد اوكي يعني يفصلها للشغله يلا يقتنع الحمد لله انه بالاخير ينجح بيها اي لا هو شاطر هم الحمد شاطر احمد عنده منجز كل شيء انا احب اختياراته احب الاشياء اللي يقدمها فرحنا قعدنا طبعا احنا اصدقاء قلت ليش مقربين فقعدنا بدا يختار علي بدر جر العود ظل يسمع اغاني يسمع اغاني يقول له هاي ما حلوة سمع أغنية ثانية هي قالها ضياء الميالي جايسي ضياء قاعد بالمطبخ دي يسوي شاي فمن الأغاني اللي سمعها سمعها حبيبي عليك دمعة فقال له هاي الأغنية كان يقول لها ما حلوة سمع الأخة كان يقول لها ما حلوة فقلت له زين هاي الأغنية حلوة ليش ما تأخذها قال لا لا هو عنده أغاني يعرف المن ينطي لها دولة ويش على علي بدر ما محمد كان يقول ما أخذ أغاني أوكي. لك معود أحمد يا بالله عليك كان يقول انا راح اروح انا اباوع اكو اغاني حلوه حلوه كان يقول لي يلا قوم دا نروح قلت له انا ما اروح راح اضل هنا أنا. قال ما تجي قلت له لا ما المهم هو شغل والله انت قلت انا قلت خليه يطلع بس خليه يطلع حتى خلصوني بس انا شنو انا علي اللي قلت له بوقتها قلت له اخذ هاي الاغنيه ما قبل اخذ هاي ما قبل خلاص هاي سقط حقا اي كلمنا به ما اقتنع كان يقول لا ما اريد انا شوفوا لي غير اغاني اخذها حبيبي بعين لك دمعه اي والله العظيم فتشي قلت له اكو اغنيه بالعلي قلت له اغنيه بها دمعه فشي كان يقول لي قال لي معود خبرني هذا اقول له على اغاني ما يقبل المهم فسمعني الاغنيه فقلت له ضياء هاي الاغنيه مكملها كان يقول لا كاتب المقطع يعني بس مقطع واحد من دا يسوي شاي هو ضياء بشاي القوري يقول وصيت الهوى يحاشيك يذكرك باللي ما ناسيك يمتى تحن علي وتعود يمتى الله علي يهديك فقلت له راسا علي اخذتها هي وقتها تحياتنا الى الموزع يعني الكبير رائد الهندي قلت له رائد اقعد اشتغل هالاغنيه فاشتغلها الشغل الموسيقى مالتها وقدمناها ويا المخرج الكبير الأستاذ حسام حجاوي من الأردن حسام من المخرجين اللي نظرته أصلية يعني طلع لك بالمكان جبنا يحيى فهمي مدير التصوير من مصر وصورناها بيها قصة كبيرة طبعا لازم أعرف القصة حبيبي بعيني لك دمعة الله كلام بقلبي ما سمع أريد أحكي لك وارتاح
تعال الخاطر بسرعة حبيبي الشوق أذاني لك دخيلك راح أموت لو تلحق علي لو راح ميت أنت تلقاني حبيبي بعيني لك دمع كلام بقلبي ما السمع أريد أحكي لك وارتاح تعال الخاطر بسرعة تعال الخاطر بسرعة عيني ما تشوف النوم من فارقتك هاليوم ترضاها حبيب الروح من حبك ظل محروم عيني ما تشوف النوم من فارقتك هاليوم ترضاها حبيب الروح من حبك ظل محروم من حبك ظل محروم وصيت الهوى يحاكيك يذكرك يذكرك باللي ما ناسيك يمت تحن علي وتعود يمت الله علي يهدي حبيب بعيني لك دمع كلام بقلبي ما سمع ريد احكي لك وارتاح تعال لك دي تعال الخاطر بسرعة تعال الخاطر بسرعة عش عش هالصوت سلعي شيء يا روحي تسلمي